من مكان غريب عجيب نحكي لكم حكاية. احنا في جبل طارق، منطقة جبل طارق كلها فيها سكان دلوقتي حوالي حاجة و30,000، بالأجانب يبقوا 50,000. جبل طارق مستعمرة إنجليزية في سنة 1880 اللي فات، بقت حكم ذاتي إنجليزي، تخشها بالجواز الإنجليزي أو بالفيزا الإنجليزي، وهنا كده أسبانيا. المكان اللي احنا اخترناه ده في الجبل، وانا ركبي بتخبط في بعضها، انا عندي رهاب الارتفاعات، ده بلكون مسمينها بلكونة الملكة إليزابيث. يبدو ان الملكة كانت بتيجي هنا تقف تتفرج على هذا المكان الساحر. سحر يعني، حاجة مش معقولة زي ما انتم شايفين كده. الجزء ده من جبل طارق، الجزء اللي انتم شايفينه ده، قربي يا هبة كده هاتيه، ده جزء انت جايباه هبه، ده جزء حديث. هما ردموا المحيط والبحر عشان خاطر يعملوا مكان لان السكان كتروا. انما الناحيه الثانيه الجزء القديم من المدينه اللي هي مبنيه من ايام الفينيقيين، كانوا هنا اول ناس استعمروا المكان ده في يمكن 1000-2000 قبل الميلاد، كانوا موجودين في هنا. وبيقولوا ان زمان قوي كان عدد السكان جبل طارق دي يعني يوم ما يزيدوا قوي يبقوا 500 واحد. ادي كل حكايه. وفضل الجبل يروح ويجي لغايه ما جه عمك طارق بن زياد ودخل وضمه الى الدوله الاسلاميه، فضل فتره طويله. وبعدين العرب في اسبانيا، المسلمين في اسبانيا، كانوا ياخدوا المدينه وبعدين تروح منهم بعد شويه، بعد 200 سنه، بعد 150 سنه. ففضل جبل طارق برضو يروح ويجي يروح ويجي لغاية ما في عصر الموحدين رجعوه تاني واستقروا بيه. وفي واحد اسمه عبد المؤمن، ده من الموحدين اللي هنحكي لكم حكاياتها بالتفصيل، مين هم الموحدين، مين هم المرابطين اللي حكموا هنا لفترات طويلة. عبد المؤمن ده جدد في الجبل وعمل فيه شغل كويس قوي قوي قوي. شوية جم الأسبان راحوا واخدينه، رجع تاني خدناه تاني، لغاية ما رجعوا الأسبان خدوه. في بقى الخروج الأخير للعرب المسلمين، وفضل مع الأسبان لغاية ما جم الإنجليز. في بقى مشاحنات بين الإنجليز والنمسا والبرتغال وإنجلترا وفرنسا، وحطت إنجلترا إيدها عليه. حد يشيل إيدها؟ إيدها تقيلة، إيدها تقيلة ابدا. الاسبان حاولوا كده شمال يمين مفيش فايده، لغايه ما جم في سنه 84 من 1984 قالوا الانجليز ماشي اوكي نعملهم بلاش مستعمره، نعملها حكم ذاتي، يلا اعملوا استفتاء للناس، يلا يا جماعه الناس اللي عايشين هنا قالوا احنا عايزين نبقى انجليز، مش عايزين نبقى مع اسبانيا. ولذلك فضلت المكان هنا جبل طارق يعني بقى انجليزي بعد ما قعد مئات السنين جزء لا يتجزأ من الدولة الإسلامية الكبرى اللي وصلت في آسيا وراحت وعملت انتصارات عظيمة. وبس بقى كان حاجة لطيفة برضو ملمح من التاريخ كده، انه قبل ما نطرد من هنا بحوالي 30-40 سنة كنا فتحنا القسطنطينية. فشوف قبل ما كنا هنا بقى يعني كان وضعنا سيء جدا، قبل ما نخرج كنا وصلنا الى القسطنطينية. بس تخيل معايا بقى لو كنا احنا فتحنا كده وخرجنا من هنا وكملنا كده على ايطاليا هوب على القسطنطينية، كان هيبقى التاريخ متغير خالص، كان هيبقى التاريخ حاجة تانية خالص. لكن ده اللي حصل. وجبل طارق يعني حكاية غريبة جدا، نبص تلاقي هنا اسبانيا اهي، هنا جبل طارق حتة كده، وبعدين لنا المغرب، يعني جزء كده لكن جزء على مضيق جبل طارق. مضيق، المضيق مهم جدا. ايه المضيق ده؟ هي الفتحة اللي بتخرج من البحر المتوسط تودي على المحيط، او تاخد من المحيط تنزل جوه البحر المتوسط. لما تنزل جوه البحر المتوسط تروح اوروبا كلها، وبعدين تعدي علينا تاكل سمسمية وتخش بورسعيد والسويس وتروح رايح على الهند وتنزل على اليمن وعلى كل الحاجات دي. فهي برضو الانجليز بقول لك ايدهم تقيل، ما سابوش المكان.
وبيطوروه وبيجددوه. ودلوقتي زي ما بقول لكم سكانه وصلوا حوالي الاصليين 34 وال 50,000. الجبل من فوق زي ما انتم شايفين كده في تلفريك، بس انا كنت احب يعني اجي هنا من حوالي 30 سنه كنت اعمل الحاجات دي كلها. في تلفريك بيطلع فوق، المنظر فوق مش معقول. وطول ما احنا ماشيين في الاندلس هنحكي حكايات ونقول لا انت انت ولا الديار ديارو.